أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد مصطفى الرفاعي، مؤسس وصاحب شركة انتجريتي للخدمات المحاسبية بإمارة دبي. بداية أسعد الله أوقاتك سيد مصطفى. شكرا، شكرا جزيلا وشكرا على الزيارة وشرفتونا. إلنا الشرف اليوم باستضافتك لإلنا بالمكتب الخاص بحضرتك بإمارة دبي. في بداية برنامجنا سيد مصطفى حابين نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين بحضرتك، من هو مصطفى الرفاعي مع حفظ الألقاب؟ تمام، أشكركم أولا. أنا مصطفى الرفاعي، مقيم بدبي من سنة 2004 وبالخليج من 2001. بدأت حياتي بالمحاسبة، أنا خريج محاسبة من جمهورية مصر العربية، وبدأت حياتي بالكويت لمدة 3 سنين، وبعدين من ثم انتقلت لإمارة دبي. ومن 2004 وأنا موجود بمجال الحسابات. بدأت محاسب بالكويت، بعدين رئيس حسابات، وكنت من أصغر رؤساء الحسابات بالشركة الكويتية اللي بدأت بيها، وانتقلت هنا ب 2004 كملت معهم شوية كرئيس حسابات، وبعد كده انتقلت لإحدى الشركات المتواجدة بالدولة كمدير مالي وإداري، ومن ثم انتقلت مدير مالي بشركة استثمارية كبيرة. وكان يعني طول الوقت من علاقاتي والخبرات الحمد لله كنت بحب أساعد دايما الشركات الصغيرة اللي بتبدأ، أي استشارات للناس اللي محتاجين يعني استشارات مالية، أي استشارات خاصة بالحسابات. درست دبلومة، أكثر من دبلومة عملتها بالIFRS International Financial Reporting Standards. عملت دراسات كمان بالبزنس مانجمنت على أساس تساعدني، لأن طول عمري كان عندي هدف إن أنا أسس شركتي، يكون عندي الشركة الخاصة بي. وطبعا بما إن الهدف كان موجود من زمان، فكنت بصراحة بخطط له دايما طول ما أنا ماشي، من حيث دراسات، من حيث معرفة وضع السوق، مراقبة وضع السوق، معرفة إيه اللي ممكن أساعد به العملاء والشركات الموجودة في. جميل جدا سيد مصطفى. يعني لو سألناك، يعني هل الفكرة كانت وليدة يعني لحضرتك، تولدت هاي الفكرة من وين جاءت؟ متى تبلورت اشتغلت عليها هاي الفكرة، ومتى بدأت بهذه الشركة؟ تمام، والله من أول ما جيت البلد يعني 2004، ولنا لاحظت إن كان في يعني جاب في السوق، شركات كثيرة متواجدة غير منظمة حسابيا، شركات صغيرة المتوسطة ما عندهمش دراية بإدارة أمورهم المالية. فطبعا ده اللي أنا لاحظته من زمان، شركات كتير صغيرة، وانت عارف سوق زي سوق دبي ديناميك جدا ومتحرك جدا، في شركات كتيرة والتسهيلات الموجودة فيه خلت ناس كتير تقدر تفتح شركاتها الخاصة. بالتالي كان مش كل الناس فاهمة يعني إيه حسابات، مش فاهمة يعني إيه دفاتر، مش فاهمة يعني إيه محتاج بإيه صافي الربح بتاعه، وبيكسب بيخسر، هل انا ماشي صح ماشي غلط، ازاي صحح اموري، كان ما كانش موجود. فده انا لاحظته من زمان. وكمان كان لاحظته بحكم ان دوله الامارات واماره دبي تحديدا فيها فرص كتير جدا، فكان ناس كتير جدا بتيجي تدور على اشغال، كتير محاسبين كتير، ومعظم الناس اللي كان بتيجي للاسف ما عندهمش قد يكون درايه بقواعد المحاسبيه بشكل عام، وتحديدا وضع البلد او القوانين الخاصه بالدوله. فكان لاحظت في جاب، يعني كل بيجي الدوله محتاج الاول يبقى عنده درايه ببعض الامور الاساسيات في الشغل عشان خاطر يقدر يفيد المكان اللي هو فيه. ومن هنا كانت فكره تاسيس طبعا انتجريتي الخدمات المحاسبه، لحد ما بدات يعني ب 2013 اخذت القرار، قلت خلاص لا لازم اخذ القرار يعني انا افتح يعني، وفتحت الحمد لله. جميل جدا، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. سيد مصطفى حابين نتعرف على الخدمات التي تقدمها انتجريتي للخدمات المحاسبيه بشكل عام. تمام، انتجريتي فيها يعتبر كل الخدمات المحاسبيه، بدايه من خدمات البوك كيبنج اللي هي مسك الدفاتر، التسجيل، الحسابات، لحد موضوع الضرائب لما دخلت كمان على الدولة وتم فرضها الفات. فاحنا بنعمل الفات، بنعمل بوك كيبنج، بنعمل اكسترنال اوديت، انترنال اوديت، بزنس كونسلتيشنز،
البيزنس استراتيجي، التقارير الاستشارية كمان المطلوبة للمحاكم والقضايا والكلام ده كله. فدي بعض من الخدمات، لكن احنا بنعمل حاجات تانية كتير جدا كلها ريليتد للمرتبطة والخدمات اللي تقدر تساعد الشركات. جميل جدا سيد مصطفى. لو طرحنا عليك سؤال اليوم وحكينا لك كمستثمر جديد او كمؤسس لشركه، مثلا انا بدي اسس بزنس، اسس شركه، شو بتنصحني مثلا متى اتوجه لشركات تدقيق الحسابات وشركات الخدمات المحاسبيه؟ والله سؤال ممتاز جدا، واتمنى كل الناس تسال صراحه. يعني احنا حابين نوضح يعني لناس، لانه مثلا تلاقيه فعلا دخل بالحيط شوي، يعني انا لو هو تلاقيه بدا الشغل وهو اسس رخصه ومعتقد ان كده البزنس للاسف. يعني طبعا انصح اي حد اول حاجه يبدا من شقين، الشق القانوني والمحاسبي، بحيث يبقى عارف ايه اللي له وايه اللي عليه. صحيح. قانونا بالاضافه طبعا الحسابات، لازم يبقى عارف وضعه المالي ازاي، يقدم تقرير الضرائب. حاليا في قوانين كتير فرضت الفتره اللي فاتت طبعا لتنظيم السوق والكلام ده، فطلع قوانين مختلفه. يعني في حاجه اسمها اللي هي النشاط الواقعي، في ناس كتير مش فاهمه ايه مثلا موضوع النشاط الواقعي غير الضرائب، يعني دي امور تانية مختلفة. فشيء مهم جدا جدا ان اي شخص بيبدأ البيزنس لازم يتوجه للمحاسب، لازم يعرف امتى يسجل في الضريبة وامتى ما يسجلش، هل هو مستحق للتسجيل ولا مش مستحق للتسجيل. يعني زيارة شركات الخدمات المحاسبية بتكون من العميل اثناء عمله لرخصة التأسيس. وانا انصح اي حد من البداية انه يتوجه للمحاسب المتخصص عشان يقدر يفيده من الأساس. أكيد أكيد. سيد مصطفى، اليوم حضرتك يعني مسيرة طويلة وخبرة طويلة في مجال الخدمات المحاسبية. بال 2013 تم تأسيس انتجريتي للخدمات المحاسبية، شو الإشي اللي بيميزكم خلاكم تقدروا تكسبوا ثقة العملاء طول هذه المسيرة؟ تمام. أول حاجة اللي بتميزنا إن إحنا عندنا خبرات بالسوق، أنا أعتقد مش متجمعة في مكان واحد قبل كده. إحنا كل الناس اللي عندنا ناس معتمدين متخصصين بمجالهم، سواء بالضرائب، سواء بالأودت، سواء بالتقارير الاستشارية. والتقارير الاستشارية دي أحب أتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل أكتر، غير تدقيق الحسابات. فاللي بيميزنا إن في كل مكان، في كل سيرفيس بنقدمها، في شخص مختص بيها. خبرتنا في الخليج من 2001 ومن 2004 بالإمارات، دي الحمد لله يعني قدرت تفهمنا السوق بشكل عام، ايه متطلبات السوق، ايه اللي اي عميل محتاجه، ايه الدولة محتاجة الشركات تعمله عشان تكون متوافقة مع التشريعات والنظم في الإمارات. فبالإضافة للخبرات الموجودة والالتزام من طرفنا، احنا ناس ملتزمين جدا الحمد لله، واي كلاينت ولله الحمد يبدا يشتغل معانا بيكمل معانا. معانا شركات اجنبيه، معانا شركات محليه، معانا من قطاعات وخدمات، من قطاعات مختلفه كتير، بدايه من قطاعات الريل استيت، الشركات الكونستراكشن، المطاعم، والحمد لله فروع شركات اجنبيه الحمد لله بيتعاملوا معانا. فلله الحمد عندنا يعني خدمات والتزام مع العميل الحمد لله، اللي بتخلي العميل دايما يثق فينا ويكمل معانا. بل بالعكس، يعني في ناس بدأوا معانا بشركة واحدة وكل البيزنس اللي بيبدأوه الحمد لله بيدونا الشغل بعد كده. ما شاء الله ما شاء الله. أتمنى لكم يعني المزيد من التقدم والنجاح والتميز إن شاء الله سيد مصطفى. أنا عمرو جامع، مسؤول قسم الاستشارات المالية القانونية في مكتب انتجريتي وفتحية لطفي لتدقيق الحسابات. مكتبنا الحقيقة الحمد لله بيتميز بخبرات تمتد لعشرين سنة، من خلالها قدرنا ان احنا نقدم على عملائنا خدمات مميزة جدا في مسألة الاستشارات القانونية، وخاصة في ظل التشريعات القانونية الجديدة الخاصة بقوانين الإفلاس والإعصار، من خلال تقديم التقارير اللي بتساعد الشركات والأشخاص على تقدم مثل هذه الدعاوى القضائية. وكل التقارير بتاعتنا بتقدم في أكثر من جهة قضائية، وتساعد عملائنا على توضيح أوضاعهم القانونية بشكل أفضل من الناحية المالية.
حابين ايضا سيد مصطفى نتعرف على الخطط المستقبليه والرؤيه المستقبليه لحضرتك لتطوير الاعمال الخاصه بانتجريتي للخدمات المحاسبيه. طبعا احنا بانتجريتي للخدمات المحاسبيه ما بقفش يعني، الحمد لله طموحي لا نهايه له ولله الحمد. يعني اول ما بدات يعني مش هخفي سرا، بدات في بزنس سنتر صغير جدا، شويه كبرت المكتب اكبر ولله الحمد. يعني حتى احنا بفتره الكورونا كان في مشاكل، بس كان دايما عندي الحمد لله يعني طموح وامل الحمد لله رب العالمين في ربنا سبحانه وتعالى ان لازم ان لكل مجتهد نصيب يعني. اكيد طبعا. فاجتهدت وكملت ولله الحمد، والفتره دي احنا نقلنا كمان المكتب اكبر حد ما استقلنا الحمد لله في المكتب اللي فيه حاليا، والخطه ان احنا نتكبر ان شاء الله، هنكبر الشغل اكتر بامر الله تعالى. يعني حاليا احنا نقلنا من حوالي 8 شهور، والحمد لله مع ضغط الشغل اللي عندنا محتاجين ان شاء الله رب العالمين نكبر مكتبنا قريب، وناويين نفتح في امارات ثانيه. طبعا انا خليني اشير لان احنا موضوع تدقيق الحسابات معايا بيسموها سيرتيفايد بادي او بارتنر، اللي هي فتحيه لطف تدقيق الحسابات بمكتبنا في الشرقه، دول متخصصين في تدقيق الحسابات، وبالتالي هو مكتب شريك لينا في مكتبنا اللي احنا متواجدين فيه حاليا انتجريتي وفتحيه لطفي، اللي بيكمل لنا الاطار القانوني لتقديم خدماتنا. لما بتيجي عند تدقيق الحسابات، لما بتيجي عند التقارير الاستشاريه للشركات، احنا كنا بنقدمه كله برخصه طبعا او تحت مسمى فتحيه لطفي تدقيق الحسابات. فانتجريتي وفتحيه لطفي بيكملوا بعض بالمكتب وبخدماتنا المقدمه. ان شاء الله الخطه المستقبليه نفتح بامر الله مع بعض في ابو ظبي، متواجدين بالشرقه، متواجدين بدبي، هنفتح ان شاء الله قريبا في ابو ظبي، وان شاء الله اتمنى قريبا يعني نبدا نطلع في الخليج يعني بامر الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله يا رب بنشوف يعني انتجريتي للخدمات المحاسبيه على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالميه باذن الله تعالى. الله يكرمك ان شاء الله تعالى. السيد مصطفى يعني ما شاء الله ايضا مسيرة طويلة في دولة الإمارات من 2004 لغاية الآن. اليوم لو طرحنا عليك سؤال، شو بتعمل لك دولة الإمارات من حيث الأمن والأمان، من حيث الخدمات المقدمة من قبل حكومة دولة الإمارات؟ والله بتعني كثير صراحة. يعني شوف كل اللي اتكلمنا عليه في الأول ده أنا شايفه لولا ولله الحمد دولة الإمارات والخدمات اللي بتقدم فيها والتسهيلات ما كناش وصلنا احنا فيه بصراحة ولله الحمد. فطبعا بتعني كل شيء، الامان اللي في البلد. يعني انا حاليا قضيت هنا اعتبر نص عمري يعني ما بين في الخليج وما بين بلدي مصر، يعني فاعتبر نص عمري هناك ونص هنا يعني. فلله الحمد لولا الامان والخدمات اللي بتقدم دي ما كانش الواحد وصل اللي هو فيه، ولا كان كمل بالشكل الحمد لله اللي احنا فيه حاليا يعني. وان انت تامن على اسرتك وعلى اولادك والاريحيه في كل حاجه بصراحه وسهوله الحياه هنا، فالحمد لله بتعني الواحد كل شيء. ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله. اكيد سيد مصطفى يعني هذا الامن والامان طبعا نعمه من الله عز وجل، نشكر رب العالمين عليها، ولكن المحافظه على نعمه الامن والامان وتوفير الحياه الاجتماعيه الكريمه والارض الخصبه للاستثمار لم تاتي من فراغ، اكيد جاءت من جهود حكام وشيوخ وقياده دوله الامارات. شو بتحب تحكي لهم؟ كيف بتحب توجه لهم رساله شكر؟ والله بحب اشكر شيوخ وحكام الامارات على التسهيلات وعلى يعني على الاستضافه الكريمه، احنا نعتبر ضيوف لكن نشعر ان هي بلدنا ولله الحمد، فنحب نشكرهم جميعا ونشكر اي حد له يد في انه الحمد لله يجعل البلد دي بالاستقرار والوضع اللي هي فيه، وربنا يديمها نعمه وتكمل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. نشكرك. نتمنى من رب العالمين ان يديم نعمه الامن والامان على دوله الامارات العربيه المتحده وعلى جميع الدول العربيه والاسلاميه ان شاء الله. سيد مصطفى في نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين بالموقع الجغرافي لانتجريتي للخدمات المحاسبية وأيضا كيفية التواصل معكم وأوقات العمل. احنا متواجدين في شارع الأعمال بناية دمك اكزيكتيف بي تاور، تاور بي اللي هو المبنى الأوفيسز، مكتب 701. أرقام التليفونات المتواجدة على موبايلي او الرقم الارضي لو تحب اذكره لك يعني تظهر للساده المشاهدين. تمام خلاص. يعني كل التواصل عن طريق الويب سايت كمان تبعنا iasaccounting.com
بيقدر اي حد يدخل ويسيب لنا استفسار كمان عن طريق الانستنت شات. اوقات دوام او عمل من السبت للخميس متواجدين من 9 ل 6 ما عدا يوم الخميس من الساعه 9 للساعه 2 بعد الظهر. جميل جدا. اذا سهوله في الوصول عبر الموقع الجغرافي وعبر الانترنت لانتجريتي للخدمات المحاسبيه، وايضا سوف تظهر يعني كيفيه وارقام الهواتف الخاصه اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا سيد مصطفى حبيب نشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحسن الضيافه، ونامل ان شاء الله بالمستقبل ان تكون لقاءات اخرى ان شاء الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا وشرفتونا. لنا الشرف وشكرا لك مرة أخرى. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.